بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الأهلي يوقع عقد جديد مع كهربا لمدة موسمين. تحدث النادي الأهلي مع محمود عبد المنعم كهربا لتجديد عقده لمدة موسمين، واللاعب مرحب جدا. وكان عقد كهربا ينص على حصول اللاعب على مبلغ 65 مليون جنيه في 4 مواسم، أول موسم 12 مليون و255 ألف، والموسم الثاني 12 مليون و900 ألف، إضافة إلى المكافآت في حال تتويج الأهلي ببطولات أفريقية أو البطولات الأخرى. ألف مبروك للنادي الأهلي وألف مبروك لكهربا، ونتمنى رجوعك بمستواك المبهر وتكون إضافة للفريق. اللي حبسك خلاص مات. إذا عجبك الفيديو ونتمنى ذلك، اخبط لايك واشترك معانا في القناة.